قلبي مراكش. اختار برونو مونتييه مستثمر فرنسي إنشاء أول شركة بإفريقيا مختصة في صناعة مكملات غذائية حلال موجهة للأطفال. سنة 2004 كانت إذن تاريخ إنجاز أول مصنع لأغروفود أندستري، والذي يستجيب إلى معايير الجودة الغذائية. بدأنا الاستثمار في هذا القطاع منذ العام 2004. نحن مختصون في صناعة منتجات خاصة بالأطفال تتميز بصفة الحلال، وتنتج هذه الوحدة الصناعية حاليا 80 منتوجا، حيث يوجد إقبال كبير من طرف الزبناء، وتشمل هذه المنتجات أطعمة للأطفال مصنعة من مواد اللحم والسمك والخضروات وغيرها. تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة للأطفال بالمغرب وإفريقيا والحصول على التوازن الصحيح من المواد الغذائية أهداف من بين أخرى سطرتها شركة أغروفود أندستري. منتوج للأطفال، والخاصية دياله هو أنه منتوج ديال الأطفال حلال اللي كيتوجه plusieurs pays d'export. مثلا كنصيفطوا لافريقيا، كنصيفطوا لاوروبا، كنصيفطوا للمويان اوريون، وكاين عندنا بون برودكسيون اللي كتمشي هنا لو لوكال برينسيبالمون لي جي ام اس. نوت برودوي برينسيبال اللي هو كيتسمى فيتامين بيبي، اللي كيتجلى يا اما في الكومبوت ولا في السريال. وتتضمن المنتجات تشكيلة واسعة من أغذية الأطفال والرضع، هذه الأخيرة تخضع لكل شروط السلامة الغذائية، هذا ويتم تطويرها لكي تلائم احتياجات المستهلك الصغير المغربي كما الإفريقي.